ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده بفتح العلبه ديت اتفاجئت بمفاجاه جميله جدا وساره، ومن شهر 8 لحد النهارده وما شفناش اي حاجه منهم. تعال نشوفها بس بره في النور. تمام يا شباب، ديت علبه الفئران البيضاء. الفئران ديت بتستخدم للتجارب والتاكيل الزاحف والحيوانات، يعني مش شغلانتنا دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي. الموضوع دلوقتي ان انا امبارح او النهارده بفتح ومرة واحدة هوب لقيت المنظر الجميل جدا ده. السعي السعي السعي، خلينا نشوف ولادك. الفارة ولدت يا جدعان، الفارة ولدت، بسم الله ما شاء الله. الفارة ولدت فيران صغيرة، عايزين بقى ان اما دلوقتي بيرضعه. ده الفار الصغيرة تحتها ده تعب بيرضع، فعايزين الفكرة اهو، عايزين بقى نعدهم ونشوفهم كام ونحط للأم أكل علف بقى أو حاجة عشان تاكل. اوعي تاكلي ولادك، اوعي تاكلي ولادك، هكسرك. يو، في واحد ميت، في واحد صغير ميت. استعيلي كده بس، ممكن أعد ولادك؟ في واحد فعلا ميت صغير. دوت كده يا جدعان، الفار الصغير وهو ميت، وادي بقيه الصغار، عايزين نعدهم بقى كده. تمام، ادي 1 2 4 6 8، كانوا 9 صغار فئران، بس للاسف واحد مات بقوا 8. ادي دوت يا جدعان، بس انا كنت حابب اوريكوا شكل الفئران الصغيره بيبقى عامل ازاي اول ما تتولد، وان ازاي الام بتحب تدافع عنهم، ولو في حاجه ضايقتها او حست باي خطر بتاكل اولادها. هي دي كده طبيعه في الفئران وفي القوارض وبرده في الارانب كده، برده بتحب تاكل ولادها لو في اي خطر، يعني بتفضل ان ولادها يتاكلوا عن ان حد غيرها ياكل ولادها. فهو ده بيت الفئران، ودول مش ذكر وانتهى، دول ليسوا ذكر وانثى، هدول نتايتين، وانا حاطط نتايتين لان نتايه بترضع ونتايه بتاكل. النتايه ديت لما بتاكل وتخلص اكل بتروح ترضع، والنتايه التانيه بتخلص تروح تستريح وتاكل، وهكذا بيتناوبوا مع بعض. والاثنين دول اخوات، يعني ما ينفعش تجيب نتايه من بره وتعمل الموضوع ده، مش عارف ممكن يحصل ولا لا، بس انا بيتهيالي ما ينفعش ان النتايه من بره هتاكل ولادها علشان تحمي بقيه العشيره. فخلونا بقى نجيب لهم كده اي حاجه ياكلوها، عشان بمناسبه الخبر السعيد دوت من شهر 8 او من شهر 7 كمان ما كانش عندي صغار فئران نهائي من شهر 7 ومن شهر 8. ف يلا نجيب لهم اي مكافاه كده ياكلوها. اول حاجه هديها لهم رغيف عيش، يلا كلوا عيش. هشوف لكم جوه علف، هشوف لكم ارانب جوه، واجدها لكم دقيقه بقى. بقول ايه، انا ملقتش اي علف، ولا لقيت اي حبوب، فخدوا كله فول، كله فول حراتي. استنى افتح عليك، ماشي. كله كده، روقوا على حالكم يلا عشان تكبروا لي العيال دي بسرعه، تعبين جعانه، عايزين نخلص. يلا كل فيها دي يا شباب، كان الفيران ودوت كان عيش الفيران. دلوقتي حالا يلا نروح لأكل رزان الصقر وندعيها ونجيبها على الدعوة تاني، وان شاء الله ما انا مش ناسيكم برضو في الجيف اواي بتاع 10,000 مشترك. انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد عن الحيوانات. ان شاء الله وما نوصل 10,000 مشترك هيبقى في جيف اواي ضخم جدا على الحيوانات. وادي الفئران بدات تاكل اهي، بداوا ياكلوا العيش والحاجات دي كلها، ويلا نروح ناكل الصقر. هي مساك، هي شباب، رزان جاي هناك. هي جابو، ايه رايكم في المسافه؟ بعيده جدا. هي
رزاق هاي كافو لا كافو اتمنى يكون واضح يا شباب اخر البلكونه هاي هاي كفو شباب لحم قلب لحم قلب هذا هاي هذا الجديد لحم لحم قلب ده يا شباب أي أبو أظن تحب لحم القلب أكتر شوف أقفل كده على البتاعة ولا كأني خدتها ولا فيها أي حاجة نديها بقى تاني الوقت تبقى بعيد عن الكاميرا شوية ماشي هاي أبو يا بس خليت المسافة أبعد شوية مش أكتر ويا تاكل عادي كل رزان كفو يا شباب كفو عليها كفو عليها كفو عليك خلصنا كده يا شباب تدريب لليوم وان شاء الله ندعيها على العصر كده او حاجة